صباح الخير لكل مشاهدينا ومتابعينا في برنامج فلسطين هذا الصباح. ثمار الزيتون وموسم قطف ثمار الزيتون بننتظره من العام للعام، وهالموسم كتير مميز بالمحافظات الجنوبية نظرا لتكاثف الأسر الفلسطينية اللي بتشارك في عملية قطف ثمار الزيتون بأجواء جميلة وتراثية ومميزة، وبالخيمة البدوية وبالثوب الفلاحي أيضا وخبز الصاج وبكرج القهوة والكثير من التفاصيل اللي بترافق موسم جني الزيتون. رح نكون معكم بهالفقرة الصباحية المميزة، خليكم معنا. طبعا مشاهدينا الكرام رح نتعرف على موسم جني الزيتون مع المهندس الزراعي في وزارة الزراعة الأستاذ أشرف أبو دقة. في البداية بنقول لك يسعد صباحك. صباح الخير إليك وصباح الخير لكل أخوتنا المشاهدين في كل أماكن تواجدنا في فلسطين الحبيبة. يعني في البداية بنتحدث عن موسم ننتظره من العام إلى العام، وهو موسم جني ثمار الزيتون يلي كمان بننتظر معها موسم الزيت ومعاصر الزيتون يلي بتشتغل بهذا الموسم. نتحدث عن هذا الموسم وكيف توقعاتكم أنتم كمهندسين زراعيين. في البداية احنا بنقول صباح الخير مزارعنا الكريم، بنبارك لمزارعنا بداية هذا الموسم أو بداية جني ثمار الزيتون. نعرف انه هذا الموسم موسم خير وبركة، شجرة الزيتون شجرة مباركة. السنة يعني في عنا انتاج ان شاء الله، يعني او بالنسبة لحمل اشجار الزيتون، الاشجار يعني في حمل كويس، حمل غزير، نتوقع انه يكون في برضه وفرة من انتاج الزيت. يعني لو اجينا احنا ما نحكي عن المساحات المزروعة في قطاع غزة، بنقول ممكن يكون عندنا 44,000 دونم هذه مزروعة بأشجار الزيتون، منها حوالي من 37-38,000 دونم هذه بتعطي إنتاج. هذا الإنتاج حسب هذا الموسم نتوقع أنه يكون في حوالي 37,000 طن من الزيتون، بيعطينا حوالي 5 أو من 6 إلى 7 آلاف طن من الزيت. هذه كمية الزيت كمية كويسة تكفي قطاعنا الحبيب. وإحنا كمان في وزارة الزراعة بصدد فتح أسواق جديدة لتصدير الفائض من الزيت عن السوق المحلي. يعني هذا العام لاحظنا بأنه تم تأخير موسم قطف جني ثمار الزيتون يعني إلى الربع الثاني من شهر 10 بالمقارنة بالأعوام السابقة، لماذا هذا التأخير وهل هو في مصلحة المزارع؟ بالنسبة لتأخير قطف ثمار الزيتون، أنا حكيت لك بالأول أنه الإنتاج أو الحمل الموجود على أشجار الزيتون حمل غزير جدا، وهذا الحمل أدى لتأخير النضج بالنسبة لثمرة الزيتون. وبناء على هذا يعني الحمل الموجود، إحنا نصحنا المزارعين أو نوصي بتأخير كمان. طبعا مشاهدينا الكرام الآن مع الأستاذ أبو عزام شعث وهو رئيس اتحاد الفلاحين الفلسطينيين في المحافظات الجنوبية. في البداية يسعد صباحك. يسعد صباح الجميع. عم أبو عزام، اليوم إحنا بنتحدث عن موسم جني الزيتون يلي بنعاشره وبنعاصره من سنوات طويلة حتى اليوم. اليوم محافظاتنا الجنوبية وتحديدا محافظة خان يونس بتتميز بطقوسها الخاصة بالتراث الفلسطيني وبالأهازيج الفلسطينية والأغاني الفلسطينية التي ترافق موسم جني الزيتون. نتحدث عن هذه الأجواء وإلى أي درجة اليوم الفلاح والمزارع الفلسطيني حريص على هذه الأجواء. نعيش اليوم الموسم الوطني، اليوم الوطني الكبير لقطف الزيتون. ومن خلال هذا اليوم المبارك، اليوم الوطني، نبعث برسالة شكر وتقدير إلى كل فلاحين على مستوى الوطن في صمودهم ووقوفهم أمام غطرسة الاحتلال وحفاظهم على الأرض، هذه الأرض التي بارك الله فيها أرض فلسطين.
اليوم يعني يلفت انتباهنا بأنه التراث الفلسطيني دائما ما يكون حاضر مع موسم الزيتون، العلاقة التي تربط التراث الفلسطيني وبكرج القهوة وخبز الصاج والكثير من التفاصيل اليوم والثوب الفلسطيني المطرز والذي يحكي تاريخنا الفلسطيني، لماذا كل هذا الارتباط بشجرة الزيتون وبموسم جني الزيتون تحديدا؟ يعني في الحقيقة أنه التراث الفلسطيني بدءا من المجدات الفلسطينيات بثوبهن المطرز والمخاتير والوجهاء بعمل القهوة والشباب والمهندسين الزراعيين في قطف الزيتون، هذا يوم تراث فلسطيني له تاريخ من القديم. شجرة الزيتون هي أقدم شجرة في التاريخ، فبالتالي مرتبطة بالتراث الفلسطيني القديم، فينضم هذا التراث يشكل لوحة فلسطينية زاخرة لهذا الشعب الفلسطيني. طبعا مشاهدينا الكرام، من أجمل الفقرات اللي بتكون دائما مرافقة لموسم جني الزيتون وهي صنع خبز الصاج على الحطب. رح نتعرف على إحدى السيدات الموجودات اليوم. في البداية يسعد صباحك. يسعد صباحك. عرفينا عن نفسك. مجدية الأسطر. ست مجدية، اليوم أنت بتصنعي صاج بموسم جني الزيتون، احكي لي عن هاي الأجواء وقد أنت بتكوني حريصة على المشاركة فيها في كل سنة. موسم الزيتون نستناه من السنة للسنة، بيكون موسم يعني مميز إلنا بالنسبة للفلسطينيات لأنه موسم خير إلنا، وبنجد الزيتون نعمل كل إشي ونحب نعمل شغلتنا بإيدنا، خبز الصاج كل حاجة. قديش شغل الصاج ممتع مع إنه متعب وحرارة الصيف وريحة الدخان، لكن إله طعم ونكهة خاصة بتميزه. بالضبط، شغل النار بالذات بتلاقيه يعني حاجة ممتعة، خلص أنا تعودت يعني ما بقدرش أخبز على الغاز بالمرة. حريصة تعلمي بناتك على هالشغل الحلو هذا؟ والله يا ريت. طب قد الناس بتستمتع اليوم بموسم جني الزيتون مع وجود الصاج وبتكون حريصة أنه تتذوق طعمه؟ جني الزيتون بكون متعة إلنا لأنه من السنة للسنة بنستنى، يعني موسم خير إلنا. هو الزيت طبعا يعني بيقولوا عماد البيت، والزيتون اهم حاجه عندنا، في شجره مباركه ذكرت في القران. طبعا مشاهدينا الكرام، اجواء جني ثمار الزيتون اجواء حماسيه وجماهيريه تتميز بمكاثفه المجتمع الفلسطيني مع بعضه البعض. نتعرف على احد المشاركين. صباح الخير. صباح النور. عرف عليك. ابو كنعان شعات. عم ابو كنعان، اليوم انت بتشارك في عمليه قطف ثمار الزيتون، نحكي عن المشاركه واهميتها وقد ايه انتم بتكونوا سعداء بهي العمليه. اول شيء يعني شجره الزيتون مهما نقدم لها ما نديها جزء من حقها، شجره الزيتون اللي من اجلها استشهد عشرات الالاف من ابناء شعبنا ومن اجل شجره الزيتون، فلا بد منا كابناء الشعب الفلسطيني انه نكون متطوعين حتى ندي هذه الشجره حقها واقل من شيء من حقها، اللي هو كما قال الشاعر محمود درويش: لو عرف الزيتون غارسه لصار الزيت دمعا. يعطيك الف عافيه اكيد، وهالاجواء الجميله. راح نتعرف مع مشارك اخر. صباح الخير. صباح النور. تعرف عليك. دكتور طارق العمور. دكتور طارق، اليوم مشاركتك بثمار الزيتون بقطف ثمار الزيتون مشاركة فاعلة وجميلة أكيد، قد ايه مهم نحكي عن المشاركة ونحكي عن وجود المجتمع كإيد واحدة خاصة في هذا الموسم المميز؟ دائما في موسم الزيتون دائما تكون الأسر متجمعة، ويوم احتفال ويوم عيد كل الأسرة الفلسطينية في حالة، هو تلقى الأسرة دائما صباحا بيعملوا فطور، بيتجمعوا لقطف الزيتون، موسم سعادة، موسم سرور، سو خير كمان، موسم خير. طبعا مع احد المشاركين الاخرين موجودين اليوم في ثمار قطف ثمار الزيتون. صباح الخير. صباح النور. عرفنا عن نفسك. محمد الشاعر من خان يونس. محمد، احكي لي اليوم عن مشاركتك وقد ايه انت حريص على هاي المشاركه ومستمتع كمان بالاجواء التراثيه الموجوده مع ثمار الزيتون. طبعا شيء طبيعي، الزيتون تاريخي، الزيتون هو عنوان الارض. طبعا احنا اليوم في هذا اليوم طبعا شفنا كثير تراث فلسطيني وحكايات فلسطينيه واغاني فلسطينيه واكلات فلسطينيه، كل هذا بيصب في التراث الفلسطيني بشكل عام، ومن ضمنها الزيتون اللي احنا جايين له بشكل اساسي. قد ايه بتشعر انه عمليه قطف الزيتون عمليه متعبه وصعبه، لهيك المشاركه فيها مهمه لحتى نسهل هاي المهمه على المزارعين؟ هي صح بقدر التعب اللي فيها، لكن بشكل جميل اللي هو فائدة الزيتون نفسه، لأنه شجرة مباركة مذكورة في القرآن الكريم، فضلاً عن أهميتها التاريخية، كمان هي أصلاً هي العنوان والجذر تاع هذه الأرض اللي إحنا أصلاً
متمسكين فيها وحاطين الزيتون عنوان إلنا. شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية أكيد. وطبعا مشاهدينا الكرام بهذه الشجرة المباركة وبهذا الموسم الذي تم افتتاحه اليوم من المحافظات الجنوبية ومن محافظة خان يونس تحديدا بنكون وصلنا لختام فقرتنا الصباحية من المحافظات الجنوبية. هذه عودة لاستديوهاتنا برام الله، إليكم زملائي من جديد، يسعد صباحكم.